مرحبا طلاب، راح نكمل ان شاء الله البارت الثاني من المحاضرة الاولى. البارت الاول عرفنا شلون تصير الكيرف والاكشن بوتنشال، انه انجب الجهاز ودرست الكيرف. ان شاء الله هذا البارت الثاني راح يتكلم عن انه شنو كل يعني بارت من هذا الكيرف ايش يصير تغيرات، يعني هاي الفيسز اللي حكيناها بالبدايه اللي هو شلون كانت الليتنت، وبعدين ريستنج ميمبرين الليتنت، بعدين بدينا بالاكشن بوتنشال، فايرنج ليفل، اوفر شوت، سبايك، بعدين نزلنا الافتر ديبولاريزيشن، افتر هايبر بولاريزيشن. فكل وحده راح نعرف شنو التغيرات الالكترولايت اللي تصير بها. زين، مثل ما عرفنا انه الديفلوبمنت اوف اكشن بوتنشال ستدي باي عالم اسمه هوتشكن، درس هاي السلسله السيكونس مال ايفنت. فبالبولاريزيشن فيس ايش لاحظ؟ انه ريستنج ميمبرين بوتنشال، هسه هاي بولاريزيشن يعني بعدها الخليه قطبيه، الريستنج ممبران سالب 70. ليش؟ قال انه بسبب انه من دراسها عرف انه ليش يصير عندي هاي سالب 70 كل الخلايا قبل لا اسوي ستيميليشن عندها. قال لان انا عندي السيال داخلها نيجاتيف اكثر من البوزيتيف. ليش؟ بسبب انه انا هذا السيال ممبران يسمح للصوديوم انه يدخل، اللي هو اكثر شيء متركز خارج الخلية. ليش؟ لان امبرمبل، احنا مثل ما نعرف انه باي ليبت لاير، يعني ليبت باي لاير تكون عادة سيال ميمبرين، فمو بسهولة تدخل بين المواد وتخرج. فاتفقنا انه عندهم شانل هي اللي تدخلها. اوكي، هاي الشانلز كل وحدة لها طريقة تفتح. فاني هو بالحالة الريست والشانل كلها مغلقة، ما راح يقدر ياخذ حرية الصوديوم ويدخل من التركيز العالي للواطي، لان هو امبرمبل سيال ميمبرين. اوكي، زين، at this point الصوديوم is more than extracellular fluid. مثل ما قلنا انه cannot enter the cell due to impermeabilities of the membrane. هاي ال polarization phase بالresting. افتهم ليش يصير هذا الشيء، ليش انا عندي هذا سالب 70 بالrest. اجي هسه يدرس ال depolarization phase. هنا شنو يقول؟ من انه انا اسوي apply ال stimulation اللي هي تقدر توصلني لل threshold. زين، من احطها على cell membrane هاي ال point البيرمابلوتيز مال ميمبرين للايونز انكريز صوديوم ايون. زين، بالبدايه تكون سلولي الى ان توصلني للفايرنج ليفل، ومن توصل يعني للفايرنج ليفل الشانل ستارت اوبن مال صوديوم. من اوبن للشانل الديبولاريزيشن ميمبرين راح يسوي لي جريتر نمبر من انه صوديوم تنفتح. زين، فيصير بوزيتيف فيدباك انه تبدي هوتشكن سايكل رابيد تشينج ان ميمبرين بوتنشال. زين، زين، يعني هسه اشرح لكم اياها. انه مثل ما تعرفنا انه انا مثل هاي الكيرف كان هنا ريستنج ميمبرين، هنا اعتبروها سالب 55 للفايرنج ثريشولد، هنا سالب 70. هنا بالبدايه قلنا سببها توزيع الايونات. انا سويت ستيميليشن، هاي ستيميليشن بالبدايه اوكي فتحت لي ايونات صوديوم بس بكميه قليله، ممكن ليك صوديوم حسب، فدخلت لي كمية قليلة شوي سلولي 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 الكيرف إلى أن وصل للفايرنج ليفل. عند هذا الفايرنج ليفل راح تفتح لي قنوات بالصوديوم هنا خاصة. بس أنا بداية طلعت ستيميليشن دخل لي كميات قليلة من الصوديوم إلى أن وصلتني قدرت توصلني للفايرنج ليفل. عند هذا الفايرنج ليفل راح تفتح لي فولتج جيتد صوديوم تشانلز، يعني قنوات تحسس الفولتية إنه من توصل الفولتية سالب 55 اللي هو الفايرنج ليفل راح تنفتح، وهي هاي موجوده بكميات كبيره. اوكي، راح تنفتح بطريقه كلش سريعه، تدخل كميات كبيره من الصوديوم. اوكي، فتنفتح ماسيفلي كونستريشن، يبدي يدخل اجينست الكونستريشن، عفوا وذ كونستريشن جريدينت، فراح يبدي يدخل من التركيز العالي للواطئ اللي هو التركيز العالي وين خارج الخليه داخلها واطئ، فراح يدخل لي الصوديوم كميات كبيره من التركيز العالي للواطئ. زين، فهاي انفلاكس مال ايون صوديوم هي راح تسبب لي هذا ال depolarization، هاي هوتشكن سايكل. انه دا يشوفكم شلون دا يصير، يعني تكون هي مثل سايكل، يعني شي مغلق، انه من تنفتح الصوديوم channels هاي البسيطات راح يصير عندي membrane depolarization، راح تنفتح لي opening للصوديوم channels اكثر، راح يصير more depolarization opening، وهكذا opening more more more، في حلقة مغلقة، كل ما
كل ما يدخل صوديوم أكثر كل ما راح تنفتح قنوات صوديوم أكثر وهكذا، هاي يسموها سايكل يعني حلقة مغلقة. فهنا إيش دي يقول؟ دي يقول إنه rapid interhymal sodium okay sufficient to overcome the repolarization force. يعني أنا بهذا الوقت اللي دي يدخل الصوديوم نفس الوقت تتحاول الخلية ترجع نفسها repolarization، يعني هي ما يعني تريد هذا change اللي يصير بيها ترجع على الطبيعي. بس بنفس الوقت يقول إنه أنا هاي الكمية الصوديوم اللي تدخل تقدر تتغلب على هاي repolarization، يعني خلية تحاول تسوي repolarization هي دي يصير depolarization. بس at the same times إنه أنا عندي الصوديوم أكثر يتغلب لأن كمية تدخل أكثر، فلذلك أقدر أتغلب على هالاتجاه مال الخلية من تريد ترجع نفسها depolarization. زين الخلية تريد توصل يعني تحاول كل هاي المحاولات إنه تريد توصل سالب العفو موجب 60، بس هي ما تقدر أقصاها توصل موجب 35 ملي فولت، لأن نفس الوقت أنا عندي repolarization force يعني الخلية من أنا خلية تطبب ومن الخلية تحاول تطلع، بس أنا التطبيب يعني الطب هاي تكون أكثر من إنه الأيونات بدها تطلع، يعني إنه الخلية تحاول تطلع أيونات موجبة حتى ترجع نفسها resting membrane اللي هو طلع البوتاسيوم، نفس الوقت يدخل الصوديوم يريد يوصل الخلية للموجب وراح تتغلب دخول الايونات اكثر لان راح تصير ديبولاريزيشن لان كميات الايونات بدها تدخل اكثر من بدها تطلع. زين هنا يقول ليش انه الخليه هي اوكي تريد تحاول توصل موجب 60 بس هي اقصاها ما تقدر توصل الى الا تقريبا توصل 35. ليش؟ اكو اسباب انه ما تقدر توصل موجب 60 رغم كميات كبيره تطب. اولا انه الصوديوم شانل ان اكتيفيتد ان فراكشن اوف مينيت، يعني اني ملي سكند يعني اوكي تنفتح بس بسهوله يصير بها اكتيفيشن، ملي سكند يصير بها اكتيفيشن، تنفتح ثواني تنسد، لذلك ما تقدر توصل هل الموجب 60. ثاني نقطه انه انا هذا كلش دخول السريع للصوديوم، ليش هو صار دخولها السريع؟ لان انا تركيزه خارج الخليه، يعني أنا هذه الخلية هو تركيزه هنا كلش عالي وهنا واطي، فأول ما يعني أفتح القنوات رأسًا من التركيز العالي الواطي، بس هاي مرور الوقت هذا الجرينديانت الفرق والكونستريشن راح يقل، فما راح يسوي لها اندفاع السريع، يعني هو هاي الاندفاع مات السريع بسبب إنه تركيزه كلش عالي خارج عن الداخل، فأول ما طيتهم فتحت لهم رأسًا دخلوا بكميات كبيرة، ورا فترة راح تبي تقريبًا تتعادل الداخل والخارج، فما راح يصير هال القوة السريعة بالدخول مال الصوديوم، فاهم عامل يخلي إنه الخلية ما راح تقدر توصل للموجب 60، أقصاها توصل للموجب 35. بدأ يقول إنه هذا الرابد إنفلاكس مال الصوديوم كونستريشن جريدينت ديمينيشن، أوكي؟ يعني يصير تقريباً ريفيرس، بعدين أصلاً ممكن تصير داخل الخلية موجبة أكثر من الخارج، فما راح يدخل صوديوم كميات بعد سريعة. زين. العامل الثالث اللي ما راح يخلي الخلية تقدر توصل هالموجب العالي انه انا عندي ورا فترة من الديبولاريزيشن راح تبدي تنفتح اللي هي الفولتج جيتد بوتاسيوم شانل همين within a fraction of minute. زين فاكيد هاي من تنفتح راح تطلع الشحنات الموجبة مال البوتاسيوم فما راح تخلي الخلية اقل بوزيتيف ايضا، اوكي يعني هي راح تحاول تقلل بوزيتيف داخل الخلية، فهاي ثلاث عوامل تخلي الخلية ما تقدر توصل أقصاها توصل ل 35 ما تقدر توصل أكثر من هيك. ثلاث نقاط حكيناهم إنه أني قنوات الصوديوم أوكي تنفتح هي بسرعة وتنسد كلش بسرعة، يعني ملي سكند هي تنسد فما راح تقدر تدخل كميات يعني أكثر من هيك. زين ثاني شغلة إنه أني عندي ورا فترة إنه هاي الإنفلاكس السريع مع الصوديوم خلال الوقت راح يصير تعادل فما راح يدخل كميات الكبيرة، أو ممكن بالعكس داخل خلية يصير أكثر. ثالث شغلة إنه أنا عندي بعدين تبدي تنفتح القنوات البوتاسيوم تحاول تطلع الشحنات الموجبة تطلع البوتاسيوم فتقل البوزيتيفيتي داخل الخلية فأقصاها توصل 35. زين هاي نفس الحكي إنه during rapid depolarization يقولكم إنه تنفتح القنوات الصوديوم اوكي طلع الدخل صوديوم الدخل خرج ريستنج عفوا شلون قلنا ترجع الخليه للطبيعي انه وقتها هاي البامب مثل ما اتفقنا انه راح تطلع 3 صوديوم ترجع تدخل بوتاسيوم فترجع الوضع الطبيعي. ريبولاريزيشن فيز شنو التغيرات اللي يصير فيه عنده؟
بسبب الديكريز انه ليش يصير عندي ريبولاريزيشن، خليت ترجع قطبيتها. اولا قنوات الصوديوم راح تنغلق، اوكي، بعد ما ادخل فاردر صوديوم والبوتاسيوم افلاكس بدي يطلع، يعني تبدي شحنات موجبه مال البوتاسيوم تطلع، فراح تحاول ترجع الخليه وين، تحاول ترجعها للبوزيتيف، العفو للنيجاتيف اكثر، زين. والبوتاسيوم تبقى مفتوحه فتره طويله، يعني مو مثل الصوديوم دخلت وتسدت بسرعه، لا تبقى تطلع بوتاسيوم هواي، زين. فاحنا قلنا هاي خلصناها افتر ديبولاريزيشن، قلنا افتر رابيد انيشال ريبولاريزيشن اوكي راح يصير عندي سبايك بوتنشال. اوكي فالريبولاريزيشن اكر سلولي هنا افتر ديبولاريزيشن، انه انا عندي بسبب انه الريت مال بوتاسيوم افلاكس سلو داون، اوكي، يعني هي تبقى تطول تطول الى ان طلع كميات كلش، يعني من مثل ما اتفقنا انه هي عباره عن انه انا عندي البوتاسيوم راح تنفتح تنغلق الصوديوم يبدي يطلع البوتاسيوم، كل ما طلع البوتاسيوم اكثر اكيد هو موجب شحنه، فراح تقل الشحنه الموجبه داخل الخليه. افتر هايبربولاريزيشن ليش يصير عندي هال، احنا مو قلنا انه مثلا انا عندي هاي خليه هنا صار عندي اكشن بوتنشال نزلت وراها تبدي تنزل تحت الريستنج، ليش يصير هذا نزول تحت الريستنج؟ لان اني الصوديوم البوتاسيوم راح يبقى يطلع فتره طويله، يعني هي مفتوحه مالات الشانل، فتبقى يطلع يطلع الى ان يوصلني حتى تحت الريستنج ممبرين بوتنشال، زين. في ويلي هايبر بولاريزيشن، يعني خلي خليه بعد توصل اكثر نيجاتيفيتي من ما كانت عليها، زين. فهذا وراها تنسد تبدي، اوكي، و يعني شلون ابدي ارجع هالخليه بعدين وضعها الطبيعي. انا عندي يعني ترجع عليها الريستنج، اولا عندي قناه تسوي لي ليكج للكلورايد، اوكي، البوتاسيوم والكلورايد ممكن ترجع اياها للطبيعي، اضافه عندي صوديوم بوتاسيوم باب، مثل ما قلت لكم انه طلع ثلاثة صوديوم وترجع تطبب اثنين بوتاسيوم حتى ترجع الخليه يعني من ناحيه انه هي نيجاتيف اكثر، ومن ناحيه الالكترولايت متوزعه بيها، اوكي، يعني انه نيجاتيف اكثر داخل الخليه واضافه الالكترولايت، انه البوتاسيوم يكون اكثر من الصوديوم. هسه هنا يقول شنو وظيفه الكالسيوم. الكالسيوم اللي هو يعني اضافه ان احنا قلنا للصوديوم والبوتاسيوم ايون، الكالسيوم ايون هم يلعب دور بالاكشن بوتنشال، لان الكالسيوم اللي هو داخل الخليه كلش اقل من خارج الخلية، لأن عرفنا أيون صوديوم أيون الكالسيوم يكونون خارج أكثر من داخل، زين. إنه هي من تنفتح أيونات الصوديوم كالسيوم هم يعني يبدي يتحرك من داخل الخلية من الجريندينت موت، يعني الكونستريشن العالي إلى الواطي، ها ممكن يساعدني يزيد لي البوزيتيفيتي داخل الخلية، زين. لأن هي عندها شانل هم خاصة بها يسموها سلو كالسيوم شانل، موجودة أهمية بالسيل ممبران، زين، وتسمح إنه ندخل الكالسيوم. إحنا قلنا كل ما تدخل شحنات موجبة تساعدني أكثر توليد الأكشن بوتنشال. هنا أشتري لكم ملاحظات مهمة إن شاء الله تستفادوا منها كلينيكال، تأخذ بعدين تمر عليكم إن شاء الله. من أني عندي لو كالسيوم بالإكسترا سيلولر، يعني أنا مثل إنسان صار عنده هايبو كالسيميا، كالسيوم بدمه قليل، زين. الإكسايتابلتي ما نيرف and muscle، زين، راح يصير بيها increase، اوكي. ليش؟ يعني انا هذا النيرف الانسان هسه ان شاء الله تاخذوها بعدين، انه انا مثلا يجيني مريض عنده مثلا كالسيوم قليل، من كالسيوم قليل يصير عنده هذا كلش الاكزايتابلتي عاليه، muscle contraction كلش يصير، حتى ممكن يدخل تيتانوس، اوكي، يعني ممكن يصير عنده contraction مستمر. ليش عندي صار عندي هالإكسايتابلتي؟ أني هاي من يقلل الكالسيوم، هو الكالسيوم مسؤول على إنه يساعد إنه يغلق تقريبا القنوات الصوديوم، بس أني من راح يقل هذا الكالسيوم ماكو بعد كالسيوم يسوي إنهبيشن هالقنوات، فراح الأكشن بوتنشال تكون كلش سريعة وسهلة تصير، أوكي، يعني الفايرنج ليفل مالتهم تكون قليل، يعني بسهولة الخلية راح تصير بيها فايرنج، لأن أني هذا الكالسيوم كان يعمل على إنه ما يعني
عنده وظيفة يشتغل ويا قنوات ال يرتبط بقنوات الصوديوم، ما يسمح للصوديوم إنه يدخل بسهولة. بس من راح يقل بعد ما كل الانهبيشن تدخل كميات كبيرة تكون أكثر من الصوديوم، فيصير عندك اكزايتيشن أكثر. فهاي مرات إحنا مريض نعرف إنه عنده هايبوكالسيميا، يصير عنده يعني هات بعدين تاخذوها ان شاء الله ينكم. حتى انه احنا شو نسوي، نرفع ضغطه، نشوف ايده مثلا تصير حركتها غريبه، هاي ليش هاي اكزايتيشن انت كلش عالي، اوكي ممكن يدخل بسيجر ممكن. فهاي خلوها نقطه ببالكم انه انا كل ما صار عندي كالسيوم قليل بالدم كل ما كانت الاكزايتابيلتي مال المصل مال نيرف عاليه. اوكي تمر عليكم ان شاء الله بالجراحه تاخذوها. زين increase بالكالسيوم concentration بالعكس تسوي stabilization الممبران أكثر لأن تقلل ال excitability. زين تقلل ال excitability هناك لا الهايبوكالسيميا، هاي النقطة لازم تخلوها ببالكم إن شاء الله. بعدين إن شاء الله تذكروها من توصلون مراحل بالكلينيكال، راح تأخذون فتيش ساينات خاصة تشوفوها على المريض تعرفون إنه هذا عنده هايبوكالسيميا. أوكي إن شاء الله موفقين. وهاي خلصت المحاضرة الثالثة، اللي عنده سؤال يقدر إن شاء الله يسألني.